بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أيضا شيء من أحكام الصلاة ومسائلها، وهو الجمع بين الصلاتين في السفر. السفر يكون فيه جمع ويكون فيه قصر، وسوف يأتي الكلام على القصر إن شاء الله. القصر من أحكام السفر خاصة، ما في قصر إلا في السفر. أما الجمع بين الصلاتين فيكون للسفر ولغيره، بمعنى للعذر، الجمع للعذر، فهو في السفر باعتباره عذرا. أما القصر فلا يكون إلا في السفر، بمعنى المريض لا يقصر الصلاة، وصاحب العذر كالخائف مثلا لا يقصر الصلاة، أو مثلا يحصل طارئ، مثلا قد يكون طبيب في عملية جراحية وتستغرق ساعات والمريض تحت العلاج ويحتاجون لا يستطيع أن يغادر فيجمع لكنه لا يقصر. أو قد يكون اشتغل مثلا مسؤول الدفاع المدني مثلا بإطفاء حريق واستمر ولا يستطيعون أن يغادرون فيجمعون أيضا كذلك. وسوف يأتي معنا في الكلام على الجمع بعض يعني فعلا من يسوغ لهم الجمع، المريض كذلك يجمع. فقد رحمه الله هنا باب الجمع بين الصلاتين في السفر، بمعنى أن السفر يمكن أن يكون فيه جمع. و النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع في السفر يعني مطلقا، إنما كان كما في الحديث عن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر إذا كان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير. وتضبط على ظهر سير، ورواية على ظهر يسير. فإذا قلنا ظهر سير فبمعنى كان يسير، بمعنى وهو اللي يعبر الفقهاء إذا جد به السير، إذا جد به السير. وإذا قلنا على ظهر يسير يعني كان على الرواحل، بمعنى أيضا بمعنى أنه قد جد به السير.
المعهود الكثير من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع في السفر إلا إذا كان سائرا، بمعنى جاد بالسير. ليس تعرفون المسافر أحيانا يستمر وأحيانا يجلس ساعات أو حتى يوم يومين يجلس. هذا الذي يجلس هو في حالة لم يجد له فيها السير، بين إذا كان سائر فهو هذا هو الذي جد به السير. بمعنى أغلب حالات النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع في السفر حينما يكون قد جد به السير، لكنه في تبوك جمع وهو كان مقيما، وهو كان مقيما، لكن الأغلب من أحواله لا، أنه كان، وهذا هو الأولى. يعني الأولى المسافر إذا كان جالس أنه لا يجمع، أنه لا يجمع، لكن طبعا يقصص القصص سيأتي. الآن يا إخواني نحن نتكلم عن الجمع، ما نتكلم عن القصر. القصر سيأتي حتى لا يكون في التباس. أما المسافر يقصر مطلقا، والسنة القصر بعد السفر، السنة في القصر أولى من الإتمام. الجمع يقابله أنه يصلي كل صلاة في وقتها، القصر لا، بمعنى الرباعية يقصرها ركعتين. الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء هي التي تقصر، أما المغرب ثلاثة تقصر، والفجر ركعتان لا تقصر، فالذي يقصر هو الرباعية إلى ركعتين. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء كذلك أيضا، يعني إذا كان على ظهر سير. طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في مسلم. تعلمون أن شرط الشيخ في كتابه العمدة الأحكام أنه يورد ما اتفق عليه الشيخان في الصحيحين، لكنه قد يتساهل، ومر معنا في أكثر مرة نبهنا على بعض مواطن أنه قد تكون البخاري قد يكون مسلم، أو يكون في لفظ آخر، أو يكون في نوع له وجه أن ينسب إلى الصحيحين، وإن كان في لفظ غير موجود في أحدهما، لكن مهما كان يبقى للشيخ له وجه في أن جعله أنه جعله مما اتفق عليه الشيخان. لكن هنا كما يقول المحدثون إن هذا لفظ الحديث ليس في مسلم، وإنما في البخاري فقط، لكن له معنى، له نظير موجود في مسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان إلى آخره. إذن الذي يجمع هو الرباعية، الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، المغرب مع العشاء. أما القصر في الرباعيات فقط، لكن الفجر ما تجمع، الفجر لا تجمع لا مع الظهر ولا مع العشاء، إنما يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فالمسافر يجمع كما قلنا، والأولى أن لا يجمع إلا إذا جد به السير، لكن لو جمع في السفر وهو مقيم لا مانع. والسفر يعني اختلف في ضابطه، الجمهور على أنه ما كان 16 فرسخا، أو بمعنى أنه ما يعادل 80 كيلو، والميل 4 ميل، الميل أو 4 برود، الميل كيلو نص تقريبا، والفرسخ 4 برود إلى آخره، تطلع بالمجموع يكون 80 كيلو. هذا الذي عليه الجمهور. إذا كان مسافة 80 كيلو تكون مسافة سفر. والقول الآخر لأن السفر ما عد سفرا عرفا، فما يعتبر سفر فهو سفر، ومن غير نظر للمسافة،
من غير نظر للمسافة، وإنما وهذا قول قوي جدا يعني، لكن ما عد سفرا هو الذي تقصر فيه الصلاة وتجمع كما قلنا إذا كان جادا إلى آخره. فإذا نحن نتكلم الآن عن أحكام السفر. طبعا السفر فيه قصر الصلاة، وفيه المسح الخفين، وفيه الرخصة للصائم أن يفطر إذا كان مسافرا، هذه كلها من أحكام السفر. الإفطار إذا كان مسافرا، والمسح الخفين 3 أيام بلياليها، وقصر الصلاة الرباعية، والجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الجمع أيضا ينظر المسافر ما هو الأرفق به، بمعنى إما أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم مثلا بين الظهر والعصر هو أن يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر، أو يصلي الظهر مع العصر في وقت العصر. إذا صلى في وقت العصر فهذا يكون يسمى جمع تأخير، وإذا صلى العصر مع الظهر صار جمع تقديم، وهو يفعل الأرفق به، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس الزوال يعني أخر، بمعنى لأن الظهر ما لم يدخل بعد، فالمسافر يحتاج إلى أنه يستغل الوقت ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رحل وبدأ في السير قبل دخول وقت الظهر أخر الظهر إلى العصر، بمعنى جمع تأخير. أما إذا كان رحيله بعد أن تزيغ الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر، فإنه يصلي الظهر مع العصر ويسير حد. كل هذا مراعاة للأرفق والأحسن له المسافر، لأن المسافر تعرفون مثلا إذا كان الظهر الآن في مكة تقريبا حوالي 12:30 ومشى 12:15 مثلا، إذن الأولى أحسن له أن يمشي حتى يقطع مسافة ساعة ساعتين ثم يصلي يؤخر الظهر ليجمعها مع العصر، يصلي الساعة 5 مثلا أو الساعة 4:30 أو حتى 5:30 ما دام الآن تقريبا المغرب 6:30 مثلا، فيأخي يمشي إلى 5:30 فيكون قطع مسافة كبيرة جدا. أو بالعكس أنه لم يمشي أو لم يحرك إلا بعد دخول وقت الظهر، يعني ما حرك إلا الساعة 1 مثلا، فيصلي قبل 1 يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم يسير إلى المغرب، وحتى لو أراد أن يؤخر المغرب عشاء إلى حتى إلى بعد عشاء. فلاحظوا أنه من 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 لطف الله عز وجل ورحمته بنا أنه جعل الخيار للمسافر ليختار الأرفق به، يختار الأرفق به والذي يجعله يرتاح في سفره وأيضا ويقطع مسافات حتى يصل. وحتى في الطائرة مثلا تؤخر حتى تهبط الطائرة في المحل تهبط فيه، بدل تصلي على الطائرة مثلا أو حتى على السيارة أو نحو ذلك، بمعنى تنظر ما هو الأرفق بك، جمع تقديم أو جمع تأخير. فالتقديم أن تصلي الظهر العصر في وقت الظهر أو العشاء في وقت المغرب، العشاء في وقت المغرب. المقصود أن الجمع إما أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير، والمسافر يختار الأرفق به والأيسر والأنفع له في سواء في راحته أو في مسيره. قلنا إن الجمع هو ليس من خصائص السفر، الجمع هو
للعذر أو للحاجة. أما الذي من خصائص السفر هو القصر، وسوف يتكلم عليه إن شاء الله. أما الجمع لا، الجمع بفضل الله ورحمته شرعه لنا ربنا رفقا منا على حسب حاجتنا له. بمعنى أنه إذا كان مريض ويصعب عليه أن يصلي كل ثلاثة في وقتها فإنه يصلي يجمع، لكنه لا يقصر. انتبهوا، أحيانا بعض العامة قد لا يفقهون، يظنوا أنه إذا ساغ الجمع ساغ القصر. لا، الجمع للحاجة وللعذر، القصر لا، خاص بالسفر. فإذا كان مريضا ويشق عليه أن يصلي كل ثلاثة في وقتها فلا مانع أن يجمع. وأيضا ينظر أي أرفق به، هل يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. كذلك أيضا المستحاضة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى المرأة أحيانا يأتيها دم كثير ويشق عليها أن تصلي كل ثلاثة في وقتها، ولا سيما بالوضوء أو بالاغتسال إلى آخره، فهذه تؤخر أو تجمع أو تقدم إحدى الصلاتين مع الأخرى، واللي يجمع فقط اللي يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فقط، لكن لا يجمع الفجر مع الظهر أو الفجر مع العشاء أو العصر مع المغرب. لا، هي العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء، جمع تقريب أو تأخير. كذلك كما قلنا الطبيب إذا كان عنده عملية قلب مثلا أو غير القلب تستغرق 6 ساعات، وهذا كثير، وقد يكون 12 ساعة يعني أو أكثر أو أقل. وهو فعلا الطبيب معلوم أنه أحيانا يحتاج ولا يستطيع أن يفارق المريض. فمثلا إذا كان يبدأ العملية الساعة 11 صباح، طبعا ستستمر، إذن نقول له الأرفق بأن يجمع جمع إيش؟ تأخير، لأنه يستمر إلى الساعة 5 مثلا العصر، فيؤخر الظهر يجمعها مع العصر. أو كان سيبدأ بالعملية 1:30 الظهر، إذن يجمع جمع تقديم العصر مع الظهر، ويبدأ على بركة الله 1:30 ويستمر حتى إلى المغرب أو حتى إلى ما بعد المغرب، لأن المغرب كما تعلمون يجمع مع العشاء، أيضا يجمع جمع تأخير. إذن هذا كذلك أيضا يجمع. أو كما قلنا في الحريق، حريق كبير واجتمع مسؤول الدفاع المدني وجاءت الجنود بسياراتهم وأدواتهم وآلاتهم، والحريق كبير جدا ويأخذ يعني وقت كبير، سواء للحفاظ على الممتلكات وعلى الأرواح وعلى الأموال وعلى آخره، ولا يستطيعون أن يفارقون المقام لشدة النيران أو خوف انتشارها ونحو ذلك، واحتاجوا إلى أن يجمعوا فليجمعوا، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. حتى العلماء ذكروا منه حتى صاحب المال، إذا كان مثلا راعي تجارة أو عنده فرن يعني مخبز ويخشى أنه فعلا لا يستطيع أن يفارقه، أو قد احترق عليه الخبز أو لكثرته أو لطبيعة الآلات إلى آخره، واحتاج إلى أن يجمع، لا مانع أن يجمع الظهر مع العصر أو المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير على حسب فعلا ما يحافظ على صلاته ويحافظ على ماله. المقصود أن الجمع للعذر، الجمع للعذر. حتى بعضهم عدى، حتى لو كان اختبار، طالب عنده اختبار والاختبار ساعات، يعني بعض المواد اختبارها ساعات كثيرة، قد تكون اختبارات عملية فيها معامل، فيها أشياء، فيها قد يكون في الطب، طبعا طالب طب مثلا أو طالب حتى غيره من الطلاب الذي اختباره يستغرق ساعات طويلة، أو حتى بعض المواد طويلة كما تعرفون، وحتى بعض المعلمين عفى الله عنهم مشددون، يعطيك اختبار يصير 5 ساعات. ففعلا إذا كان هذا الأستاذ من عادته أنه يطول، فلا مانع أن الطالب إذا هذا أن يجمع. إذا كان الامتحان
بعد دخول وقت الظهر يجب عليه التقديم، وإذا كان لا من الصباح يجب عليه حتى يخرج قبل وقت العصر يصلي الظهر مع العصر. المقصود أنه إذا كان له عذر أي نوع، هذه أمثلة ليست حاصرة، قد في عندكم صور غيرها. المقصود إذا من فضل الله ورحمته بنا أن المسلم إذا احتاج أن يجمع، بمعنى لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها نظرا للعذر الطارئ، فإنه يجمع. ومع هذا المسلم يحتاط ويتساهل في هذا الموضوع، إنما المقصود أنه هذا له رخصة. وكذلك ذكر العلماء المطر أيضا أو الثلج، أحيانا البلاد اللي فيها ثلج أحيانا يكون شديد جدا ولا يستطيع أن يذهب للمسجد ولا، فإنه يصلون أيضا جمعا، جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب ما يعني ما هو الأرفق بهم. فإذا كان في مطر شديد ولا يجمعون. ومن اللطيف أيضا الفقهاء ذكروا أنه مثلا الظرف العام مثل المطر، إذا صار فيه مطر وكان في رخص جمع حتى الذي في بيته يجمع. قال الرخصة العامة إذا كانت عامة تشمل الذين يصلون المسجد والذين يصلون في بيوتهم، هذا إذا كان الظرف عاما. أما إذا كان خاصا لا، المريض الظرف الخاص والطبيب الظرف الخاص، إنما الكلام كالثلج أو المطر أو الريح الشديدة أو نحو ذلك، أو حتى لا قدر الله وباء أو زلازل أو أشياء يعني من الصعوبة أن يصلون في هذا، فلا معنى إذا سغى الجمع. ومع هذا لا ينبغي الإنسان يقدم هذا الجمع إلا بعد يستفتي، لا ينبغي أن يقدم إلا أن يسأل أهل العلم حتى يفتوه، لا 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 أنه يفتي من نفسه. ثم إذا ساغ الجمع قال العلماء يصير الوقتان وقتا واحدا، يصير الوقتان وقتا واحدا. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو أنك جمعت المغرب مع العشاء، جمعت المغرب مع العشاء جمع تقديم، جمع تقديم مثلا صليت المغرب العشاء مبكرا، طب كما قلنا الآن في وقت الحاضر تقريبا المغرب في مكة تقريبا 6:30 تقريبا، وسغى الجمع فإنك تصلي المغرب مع العشاء إذا سغى لك تقريبا تنتهي منها 7:45 مثلا. إذا صليت المغرب العشاء وانتهيت 7:45 يبدأ وقت صلاة الليل، صلي الوتر إن شاء الله، صلي الوتر 7:45. لماذا؟ لأن قلنا صار الوقتان وقتا واحدا، فإذا جمعت يصير الوقت للفرضين يكون وقتا واحدا. كذلك إذا جمعت جمع تأخير المغرب ما صليت الساعة 12 في الليل، ما دام ما تصلي 12 في الليل لا تصلي الوتر، لأنه ما دخل، لأن صلاة الليل تبدأ بعد صلاة العشاء وأنت الآن لم تصلي العشاء، لأنك اخترت أن تجمع جمع تأخير لأنه أحسن لك وأرفق بك وأنفع لك، فتأخرت إلى الساعة 12 في الليل. إذا من المغرب إلى 12 في الليل هذا ليس وقت صلاة الليل، تتنفل ما مشكلة، لكن صلاة الليل أو وتر لا، الوتر وصلاة الليل يدخل وقتها بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا معنى قول أهل العلم إن في الجمع يصير الوقتان وقتا واحدا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة جمع الظهر والعصر جمع تقديم، جمع تقديم في عرفة. لماذا؟ من أجل أن يتفرغ للدعاء، صلى مبكرا حتى يكون طويل للدعاء. بينما في المزدلفة جمع تأخير. لماذا؟ لأنه كان سار من عرفة بعد غروب الشمس، يعني بعد دخول وقت المغرب، بعد دخول وقت المغرب، لكنه استمر يمكن أخذ ساعة أو ساعة لربع. فلما وصل
مزدلفة صلى، بمعنى بعد دخول وقت المغرب بما يقارب ساعة، بمعنى أنه جمع تأخير. إذن هو في عرفة الظهر والعصر جمع تقديم، والمغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير. المقصود أن من ساغ له الجمع ويحتاج الجمع فإنه يختار الوقت، يختار الأرفق به من أحد نوعي الجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا في الجملة ما يتعلق به، يتعلق بالجمع. نعم. باب قصر الصلاة في السفر. الحديث الأول. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قال رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. إذا كنا تكلمنا قبل عن الجمع، هذا عن قصر. القصر خاص بالسفر، القصر خاص بالسفر، والرسول صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره كان يقصر. أما الجمع كما قلنا لا، كان يجمع إذا جد به السير، فإذا جلس ما جمع إلا في تبوك كما قلنا، وهذا دليل على أنه يسوغ الجمع، لكنه أكثر أحواله في السفر ما كان يجمع، كان يصلي كل صلاة في وقتها. أما القصر فنعم، كل سفره يقصر، ما أتم أبدا في سفره، ما أتم. والقصر يكون فقط للرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء، فالمغرب لا تقصر والفجر لا تقصر، فالذي يقصر هو الظهر والعصر والعشاء. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر عن ركعتين، وأبا بكر، يعني وصحبت أبا بكر، وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك، وفي بعض الروايات وصدرا من خلافة عثمان، في بعض الروايات وصدرا، لأن عثمان أتم في بعض أحواله وفي آخر خلافته أتم، وقد نشير إليه بعد قليل. إذن هذا هو القصر، القصر هو من خصائص السفر. فالإنسان ما دام في الإقامة لا يقصر، إذا كان في بلده لا يقصر، أو في بلد انتقل إليه وجلس فيه، يعني بمعنى لا 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 يسمى مسافرا فإنه لا يقصر. وقلنا لكم قليل أن السفر هو يعني يكون إنسان في غير بلد إقامته، حينما نقول بلد إقامة بمعنى بلد وطنه أو البلد الذي انتقل إليه ولو مؤقتا، ما دام أنه نوى الإقامة فيه أياما كثيرة فإنه يكون قد انتهى في حاله السفر. ولهذا يعني لا ينبغي أن يتساهل الناس في هذا. أنا ألاحظ أحيانا بعض الناس يجلس في البلد شهرين أو ثلاثة أشهر وسيعود ويعدها سفرا ويقصر، لا، هذا أنا أحسب أنه في تساهل، وإلا قد يعني يوجد من يفتي مثل هذا، لكن ما ينبغي الإنسان أن يتساهل، وإلا يعني هو يعني الأحوط أنه إذا كان نية إقامته ثلاث أيام أربعة فقط أنه هذا نعم في 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 حكم مسافر، أما إذا نوى أكثر يعني فإنه يتم ولا يقصر، بخلاف ما لو أنه يعني حبس، بمعنى أنه جاء ظرف طارئ خارج عن إرادته فحبسه. مثلا أنت ستسافر، حجزت، تأخرت الرحلة يومين ثلاثة، كل يوم تكون تسافر، هذا أنت تقصر أبدا، لأنك لم تلم الإقامة، إنما ظرف طارئ حصل أنك لا تدري متى تسافر، الرحلة تتأخر، قد يكون السفينة تأخرت،
الطائرة تأخرت، كل شوي يعيدونك اليوم كذا، لا في ظرف إلى ما جاءت الطائرة ستأتي، في عطل في كذا، في المطار متعطل، أو حتى ظرف طارئ أمني مثلا منعه، قال لا يمكن بكرة يمكن بعد بكرة، هذا تقصر أبدا ما دام أنك لا تدري متى ينتهي هذا الظرف وأنت لم تنوي الإقامة، فإنك تقصر ولو يوم ولو ثلاثة ولو شهر ولو شهرين، ما دام أنك لا تدري متى تسافر وأنت مستعد أن تسافر في أي ظرف، في حال ما يرتفع الظرف الطارئ تسافر. فإن هذا العلماء قالوا لا، هذا 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 يقصر أبدا، يقصر أبدا ما دام أنه فعلا لم يجلس للإقامة، وإنما يجلس منتظرا انتهاء هذا الظرف الطارئ الذي منعه أو حبسه من أن يعود أو يسافر إلى المكان الذي يريد أن ينتقل إليه. إذن القصر هو أن يصلي الرباعية ركعتين، يصلي الرباعية ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وهذا من فضل الله عز وجل. وأيضا كما يقول ابن عمر، إذا قصر الإنسان فإنه لا يتنفل، بمعنى لا يتنفل النوافل الرواتب، لأن يعني في سفره لا يتنفل، إنما الوتر نعم كما مر معنا الوتر هذا لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركه لا حضرا ولا سفرا، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على الوتر في جميع أحواله، وحتى بعض العلماء يقول بوجوبه كما هو رأي أبي حنيفة رحمه الله يرى وجوب الوتر، والصحيح ليس بواجب لكنه مؤكد. والإمام أحمد يقول من ترك الوتر أو واظب فإنه رجل سوء، ينبغي أن ترد شهادته، لأن المسلم لا ينبغي أن يتساهل في هذا، وخاصة الوتر حافظ عليه ويأتي به. فالمقصود أن الوتر لا يترك لا حاضرا ولا سفرا، أما النوافل فتترك في السفر. وابن عمر يقول لو تنفلنا ما قصرنا، لو تنفلنا ما قصرنا، أو كما قال بمعنى ما دام الرسول الله عز وجل رخص لنا في الفريضة أن نختصر الأربع ركعتين، فإذا لا نتنفل تخفيفا، ولو تطوع ما في مانع لتطوع وصلى من الليل ما في إشكال، لكن المقصود أن السفر محل التخفيف، السفر محل التخفيف. وكما قلنا فليقصر هي الظهر والعصر والعشاء، تقصر ركعتين، بينما المغرب لا تقصر ثلاث، والفجر ركعتان أيضا لا تقصر. قال كان لا يزيد في السفر عن ركعتين، وأبا بكر يعني صحيح أبا بكر وعمر وعثمان كذلك، بمعنى أنهم كانوا يصلون في السفر ركعتين ركعتين. وقلنا لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره كان يقصر، كل ما يعني ما 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 ما, ما أتم أبدا، لكن المسافر لو أتم لا مانع، لكنهم أحسن ليس الأولى، الأولى أنه يقصر المسافر، الأفضل في حقه أن يقصر، كما أنه أيضا يفطر، وإن كان الفطر يختلف حسب يعني المشقة أو المشقة في الأمل، لكن الصلاة لا، الصلاة الأفضل فيها القصر مطلقا، الأفضل فيها القصر مطلقا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.